حياتنا. الحقيقة أستاذ أحمد، تذكر آخر مرة أنا وأنت كنا نتحدث عن إسرائيل كانت تلح على أمريكا بطلب التفويض بالضربة أو الانفراد بالضربة، وقلنا في وقتها أنا وأنت كنا نتناقش بهالموضوع ونسولف مثل ما يقول العراقيين بهالقضية، وربما توصلنا أنه يعني إعطاء أمريكا للضوء الأخضر لإسرائيل للضربة قد يكون قضية واردة، يعني ليست قضية مستبعدة في ذاك الوقت في البرنامج السابق اللي كان بيناتنا. يبدو لي الآن إذا لم أكن مخطئا من خلال متابعة التحركات وما حصل خصوصا بعد زيارة نفتالي بنت إلى واشنطن ولقائه بالرئيس بايدن، أنه أمريكا لم تمنح هذا الضوء الأخضر ورفضت أن تعطي موافقة لإسرائيل بشن هجوم عسكري واسع أو بشن ضربة عسكرية واسعة شاملة تنهي الموضوع النووي الإيراني مرة وللأبد، كما أعتقد يلح الإسرائيليون في كل مباحثاتهم مع الأمريكان. مقابل ذلك يبدو أن الأمريكان لجأوا أو يلجؤون إلى نوع من الترضيات إذا صح التعبير، يعني جملة من السياسات التي يقصد بها تهدئة الجانب الإسرائيلي من جهة وترضيته من جهة ثانية عوضا عن إعطاء الضوء الأخضر الذي يحلم به. طبعا قد تكون قضية القوة الجديدة، قوة الدرون الجديدة المؤسسة، هي واحدة من وسائل الترضية القوية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية طمأنت إسرائيل إلى أنها أبدا من خلال هذا التأسيس الجديد لقوة الدرون اللي تكلمت عنها حضرتك لن تكون أبدا متفاجئة بأي حال من الأحوال بأي ضربة إيرانية قد تحدث على إسرائيل. يعني ربما من خلال سلاح الدرون هذا المنشأ الجديد وتضمينات إسرائيل القول بأنه المبادئة دائما ستكون بيد إسرائيل في أي لحظة تقرر فيها إسرائيل ذلك أو تقرر إسرائيل بالاشتراك مع الولايات المتحدة ذلك. أما أنه إيران هي من ستكون صاحبة المبادئة وهي من قد تبادر إلى شن الهجوم على إسرائيل، هذا لن يكون بوجود سلاح متطور للتقصي ولمعرفة الواقع على الأرض مثل سلاح الدرون المنشأ حديثا. يعني هذا ما أراه الآن في عملية أو عمليات التطمين الأخرى. مثلا العملية الثانية اللي أنت ذكرتها حضرتك هي قضية إشراك إسرائيل لأول مرة في الترتيبات الأمنية المتعلقة بالشرق الأوسط بدلا من أن ترمى على قضية أوروبا. القضية هذه يعني باعتقادي هي قضية شكلية واعتبارية أكثر من كونها قضية عملية. واضح جدا أنه قيادة المنطقة الوسطى اللي كانت مناطة بحماية الأمن الإسرائيلي المتعلقة بأوروبا كانت تقوم بواجبها على أكمل وجه، يعني لا ما حد كان اشتكى في إسرائيل من أنه هذه القيادة بها رخاوة بها ركاكة بها إلى آخره أبدا. إذا لماذا نقلها إلى مستوى الشرق الأوسط؟ أعتقد أنه هذا فيه جانب معنوي لإسرائيل، وهي قضية مهمة بالمناسبة نفسيا لإسرائيل منذ إنشائها ولحد الآن أن تشعر بأنها جزء من المنطقة، بأنها محمية بمشاعر دافئة من المنطقة وليست ضمن بحر معادي أو بحر مليء بالعداوة حولها من محيطها أو من إقليمها أو إلى آخره. وبالتالي الجهة التي ينبغي عليها أن تفكر وترى نفسها بهذا الشكل المعازل والمعزول والمحاصر هي إيران وليست إسرائيل. فهذه قضية نفسية معنوية منحتها الولايات المتحدة أيضا لإسرائيل على سبيل الترضية أو على سبيل التهدئة للحيلولة دون إعطائها الضوء الأخضر. لكن السؤال الذي يشغل بالي الآن أنه واضح جدا أنه إيران لم تهتم بكل ذلك وماضية في طريقها، وبلينكن يقول نحن وصلنا أو نكاد نصل إلى طريق الصفر،